بالنسبة للرسم أنا طبيعتي عندي هواية الرسم من وأنا صغير. طبعا أنا أمتلك عدة مواهب، منها الرسم على الزجاج، الرسم الطبيعي، الحرف اليدوية، الحفر على المرايا، النحاس. ومن خلال عملي في المجال التطوعي، أنا بشتغل في المجال التطوعي تقريبا من 93 92. حب تعليم للأيتام صقل شخصيتي أنا شخصي. وبعطي دورات للأيتام مجانية طبعا. في إحدى الجمعيات في منطقة الرصيفة التقيت مع الجروب ليدر، كانوا يختاروا الجمعيات المتميزة في المنطقة بشكل عام. قدمنا للمنحة والحمد لله تم الموافقة على المشروع تبعي. بعد هيك أخذنا عدة دورات في المهارات الريادية، كيف يحافظ على رأس المال الموجود، بالإضافة كيف يوزع جهده عمله وقته، كيف يوزع الفلوس اللي بتكون موجودة في المحل، يشتري المواد الأولية، كيف ينسق بين إيجار المحل بين مصاريف المحل، كيف بتعرف على السوق الخارجي. هذه قبل المشروع يعني مرت علي ظروف إني أشتغل دينارين يومي، كنت أكافح في هاي الحياة. حاليا أنا عندي مركز صار دخل ثابت يومي من دينارين، وصلنا ل 30 و40 دينار يومي ووزع للسوق المحلي، بالإضافة إلى توظيف أحد الشباب من المنطقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والتشغيل من أهل المنطقة بالذات. خصوصا أنا مركز على عملية التشغيل على الفئات المحرومة اللي هي الأيتام وذوي الإعاقة في المنطقة. يعني هذا يعني من أكبر طموحاتي إني أتوسع ويكون نفس المستفيدين من أهل المنطقة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الأيتام.